وشوشة. أنا لما بعت لي مهرجان القاهرة هروح زاحف. مهرجان ليه اسم، مهرجان كان يا نهار أزرق، إنما مهرجان الزعنف مين؟ أنا مش عارف، أنا مش عارف يعني. والناس بتعمل إيه؟ إحنا هندي لأحمد فتحي الجايزة، فأحمد أنا مش فاضي، يبقى محمد صلوة. أنا مع احترامي قول واحدا، لا اللي هو طبعا بتفضل الحاجات بتفقد مصداقيتها، انما لو انا كيان كبير هتلاقي كل الكبار عندي، انما لو انا كيان مهزوز مش هي يعني فيها حاجات، وانتوا عارفين اكتر مني، مش عارف مين. طب تعالى حضرتك، ومش عارفهم كتير، فهم عشان ياخدوا مصداقية فهو ايه بيجيب حد معروف ليه مصداقية عند الشارع، عشان ان انت لا، انما انا لما اروح مهرجان كبير بقى لا، ده انا اللي رايح للكيان الاكبر. كل ما المهرجان يبقى راسخ او الحاجات اللي فيها تكريمات والكلام ده، انا ما طبعا اما تبقى حقيقية هيبقى معروفة ان ده حقيقي وده تكريم، لما يكون الكيان محترم وعريق كبير. انما كان مش معروف انا مش هروح، يبقى انا بضحك على نفسي. انا لحقت المسرح يعني مكان مسرح، بس خروجه المسرح دلوقتي شيء صعب. ان احنا نعمل مسرح شيء صعب في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. وانت هتنزل اذا بتروح السينما دلوقتي بكام؟ امال هتروح المسرح بكام؟ نفسي يبقى عندنا مسرح. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.